علي. الله يخليك يا رب. احلى شيء هو عاليه هسه هاي السنه. عاليه زارت خالاتها. خالاتها يمها هسه. في دول الدم العسل يا الجوالك ما له حل، من تسولف لي غزل لسكت شجاني. كل عام وانتو والشعب الكويتي ان شاء الله يا رب بخير وسلامه، ودائما ربي ان شاء الله يعود علينا بالخير. كلمينا عن مشاركتك في مهرجان ليله عمر واللي ضم اهم نجوم الوطن العربي. اكيد مشاركه مبسوطه جدا بيها، اني من محبين هالبلد وخصوصا جمهوره اللي انتظر تقريبا من سنه لسنه انه التقي بيهم. كان احنا المفروض نلتقي السنه اللي فاتت وصارت ظروف، و هالمرة إن شاء الله يا رب تكون الحفلة رائعة أكيد بوجودهم طبعا. والله مجهزة هواية مجموعة أغاني حلوة هم حابيها وطالبيها من عندي، ومجهزة لهم إن شاء الله أغاني الخاصة الجديدة، فإن شاء الله يعني تطلع حفلة حلوة. أتمنى يعني كلمة ليلة عمر أقولهم بالتوفيق الدائم، وقاعد تشتغلون شغل رائع، والنجوم اللي قاعد يجون بصراحة حلوين. أكو حفلات أنا كل شيء حابة أحضرها بس ماكو وقت، فقد لك الكم وبقلبه ضمك كان يسر.